السلام عليكم ورحمة الله يا أحلى متابعين أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وأموركم طيبة يا رب. وانتم كتشوفوا فيديو اليوم، قبل ما نبدأ تفاصيل الفيديو، شكرا شكرا للناس اللي تفاعلوا مع آخر فيديو، شكرا لأختي حبيبتي اللي بارطاجات الفيديو مع الناس اللي كتعرف، شكرا على الدعم اللي كتدعمني دائما وعلى التشجيعات ديالها مستمرة ووفاءتها، شكرا بزاف، جزاك الله خير الجزاء يا رب. إن شاء الله في هذا الفيديو من غنتقلوا من أجواء المغامرة ورحلة الأكواريوم وهذا الواحد تجربة مطعم ما يتموت. نعرفكم هذا المطعم، هذا كاين في أبو ظبي، الفرع اللي في أبو ظبي قريب من الأكواريوم، ناشيونال أكواريوم يعني كتخرج كاين حداه بالضبط. سلسلة مطاعم ما يتموت العالمية المشهورة باللحم المدخن، كيطيبوا اللحم اكثر من 12 ساعه، فهاد الافران اللي كتشوفوا واقفين ورا هاد السيد كيطيبوا اكثر من 12 ساعه وكيبيعوا اللحم للكيلو، يعني اغلى لحم، يعني لاباس الشهر هو اغلى لحم في العالم كيبيعوه هاد الناس ديال ميت موت. غادي نشارك معكم اليوم في هذا الفيديو تجربه مطعم ميت موت ابو ظبي، كذلك مطعم ميت موت باسطنبول بالضبط تقسيم. نتوما غادي تحدوا الفرق اللي شفتو، من غير الفرق اللي غنقول لكم انا غتشوفوا يعني داكشي واضح من بزاف ديال الحاجات. اولا ما تنساونيش من لايك للفيديو، ثانيا تعليقات محفزه ومشجعه لصغار القناه، ثالثا شاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء لتعم الفائده وليوصل هذا الفيديو لاكبر شريحه من الناس، رابعا شاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. معلومة أخرى بغيت نشاركها معكم بخصوص هذا المطعم الشهير، مطعم العالمي ما يتموت، أنه آخر السنة الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة تقريبا شي عام هذا داروا فرع في مراكش، يعني ولا عندنا ما يتموت حتى حنايا. المهم أغلى لحمة في العالم هاد ما يتموت، غتشوفو نتوما الأنيماسيون كيديرو لومبيونس، كاين الفرق ما بين، أكيد غيكون فرق ما بين، وخا هي نفس السلسلة نفس الفروع غير هي كيبقى فرق في السيرفيس، يعني خدمات فرق في الاسمنه صراحه. غتشوفوا حتى لي غارنيتيون اللي معاه اللحم شنو كيقدموا، هاد المقبلات هذا والروز راه ضروري حاضر في هاد السفره او لها طاوله الاكل. المهم المقارنه غندير لكم اليوم ميت موت ابو ظبي مع ميت موت اسطنبول، نتوما حبيباتي غتخليو لي الملاحظات اللي لاحظتو من غير هذاك الشيء اللي غنقول لكم انا. علاوه شنو رايكم في كل سيرفيس، يعني في الخدم، في رايكم في كل خدمه، يعني واخا الفرق شاسع لا مجال للمقارنه صراحه، ما كنبغيش نطيح بالسيرفيس تاع الناس ديال ابو ظبي، ولكن كاين فرق، كاين واحد الفرق بزاف في الثمن، فرق يعني ابو ظبي غلا من اسطنبول. واخا تشوفوا هذا ابو ظبي راه كان ما كاينش عليه زحمه بزاف، يعني ما كاينش واحد الازدحام بحال اسطنبول، ما شاء الله كان، غتشوفوا نتوما بنفسكم في الفيديو هذا كان يعني زحام بزاف. شوفوا هذا هو اللحم ما شاء الله، راه واحد خطير خطير، طعم خيالي فاخر على الاخر بهذا المعنى، يعني واحد تخيلوا اللحم كيطيب واحد المده طويله، يعني كيفاش غيجي كيفاش غادي يكون، وكيقدموه اللحم بالعسل، جربوا ذوقوا اللحم بالعسل. هنا نشارك معكم ثاني هاد لانيماسيون اللي كيديروا في ابو ظبي مع اسطنبول كذلك ديال الايس كريم، حتى هذه انيماسيون زوينه واخا صراحه كيعصبوك وكيلعبوا عليك على الوتر الحساس، ولكن الجو زوين كيخلقوا لك واحد الاجواء زوينه ومغايره وكيخليوك تبقى متحمس ومتشوق باش تاخذ هذا الايس كريم، ولكن خاصه الوليدات الصغار بزاف صراحه كيلعبوا باعصابهم. واخا تشوفوا الامر مضحك نوعا ما، ولكن بقى فيا بزاف حيت الوليدات الصغار ما عندهمش الصبر بحال الكبار. من بعد هاد لانيماسيون اللي شفتو معايا تاع تقديم ايس كريم في ابو ظبي، غادي تشوفوها حتى في اسطنبول انيماسيون في شكل. وصلنا لاسطنبول بالضبط ميت موت في شارع الاستقلال، بالضبط تقسيم منطقه تقسيم،
صراحة هنايا غيبدا يبان لكم الفرق، يعني بلا ما تسمعوا شنو كنقول وخا تكونوا قاطعين الصوت غادي تعرفوا مزيان شنو كنقصد. يعني داكشي خرافي خرافي، لا من التعامل لا من التقديم تاع هذا لو بلا، كيفاش كيقدموه، لا كيفاش كيعطوك الذوق قبل كاع ما يوزنوا داك الشيء اللي غادي اللي كومونديتي انت، كيعطيوك الذوق وشوفوا شوفوا كيفاش كيدير. يعني داك الشيء خطير خطير، وحتى المذاق صراحة أروع أروع بكثير من المذاق ديال أبو ظبي. يعني شوفوا غير اللحم كيفاش شفتي، زبدة 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 ما شاء الله صراحة، واحد الطريقة الطياب اللي جد 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 ممتازة وناجحة. وغتشوفوا حتى في هذا المطعم راه بزاف الناس، يعني كاين ازدحام يعني عليه اقبال مقارنه بابو ظبي، يعني واحد المقارنه بزاف بزاف بزاف، من ناحيه الثمن، من ناحيه الطعم، من ناحيه التعامل، من ناحيه الخدمات، من ناحيه كما قلت المقبلات او المرافقات اللي مع اللحم، يعني كل شيء كاين واحد الفرق شاسع. على سلامة، 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 على سلامة،
لا 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 لا